اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد، وكل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بالتأكيد كلنا في مثل هذه الأيام يعني بنخطط لخروجات وزيارات ومناسبات عائلية وشخصية، لكن يعني عشان احنا في موسم الصيف فالحقيقة ان درجات الحرارة بتحدد معانا أوقات ومواعيد الخروجات، وبما ان بكرة أول أيام العيد فخلوني أقول لحضراتكم انه الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت عن توقعات الحرارة لغاية السبت. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما أيضا يشهد نشاط رياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. أوضحت أيضا هيئة الأرصاد الجوية أن غدا سيشهد ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 ل 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا. كما يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، أما البحر الأحمر فحالته خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1 ل 1.75 متر. والحقيقة أنه أيضا متوقع خلال هذه الفترة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس حار رطب على السواحل الشمالية. أما عن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، وأيضا من المتوقع أن تشهد هذه الفترة شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تشهد هذه الفترة نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وأيضا الوجه البحري والقاهرة الكبرى. أما عن حالة الملاحة البحرية فالبحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، البحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.75 متر. بالحقيقة كمان انه بالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت فالقاهرة العظمى تسجل 37 والمحسوسة 40 والصغرى 25 درجة، الإسكندرية العظمى 32 نشعر بها 35 والصغرى 23، أما عن مطروح العظمى 31 أيضا نشعر بها 34 والصغرى 23 درجة. يعني دي كافة المستجدات حول حالة الطقس في أولى أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بألف خير، وبشكركم شكرا جزيلا للمتابعة، وإلى تفاصيل ومتابعات جديدة على مدار اليوم.